بعده. استر يا رب. عايزك تفكري في استر يا اسم رب. حد انت بتحبيه. حد اسم حد انا بحبه؟ اه بحب ناس كتير بس اوكي. فكرتي؟ اه اقعدي قولي اسمه في سرك كده من غير ما تحرك شفايفك. بصيلي. انا كتبت، ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط. اسمه ايه؟ بنت ياسو. ياسو. طب انا هروح بقى يا جماعه وهسيب الفقره دي مع ايه عشان انا بتعب قوي من الحاجات دي. استنى لا 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 اقعدي والنبي اقعدي اقعدي، مش عارفه يعني طب بفكر وبعدين؟ فيها عشان همسافر. طب انت هتقول لنا بعد كده ده ازاي يعني؟ دراسه، هقول له هشرحه ازاي دراسه. عرفت ازاي يعني انا من البادي لانجوج بتاعتك. انا عملت ياسو؟ انا عملت كده فياسو يعني؟ ما عملتش حاجه والله، ما اتحركت اقسم بالله ما اتحركت. بس بالنسبه لك شوف لي ايه بقى، سيبك مني شويه. بص لي كده. بصيت لك. لو انا قلت لك فكري في رقم من 1 ل 100، فكرتي؟ فكرت. انا كتبت، ممكن يطلع صح وممكن يطلع غلط عادي طبيعي. فكرتي في كام؟ في 12. 12. يلا يا ماما، يلا يا ماما، يلا يا ماما، ليكي اهل امك عايزاكي في البيت وانا عيالي وجوزي عايزيني. طب ده ازاي والله بجد؟ دراسه. اه انا عايز ادرس. بص انا بحاول استخدم بعد الخمس اذنك درس لي. يبقى عندي حاجه زي الحاسه السادسه اللي هو خفه اليد مع البادي لانجوج. لا سوري معلش يا بس معلش معلش معلش، دي مش خدعه. لا لا دي مش داخله معاها خفه يد. لا دي مش خدعه. السايكولوجي علم. لا ثانية واحدة، دي مش خدعة، ده احنا التفكير ما خرجش بره مخنا. الناس كلها محطوطة في مكان ان هو ده سحر. طب معلش الصورة، الصورة يعني ازاي انت حكيت حكاية وانا فكرت في رقم طلعت له الصورة، طلعت صورة على موبايله واللوكيشن دهب. طبيعي.